اهلا بيكم في فيديو جديد ولستة جديدة هنتكلم فيها عن برفانات الخريف. ايه اكتر 10 برفانات تجيبها مناسبة للخريف؟ الشتاء داخل والصيف بيخلص واحنا داخلين على فصل انتقالي كده، محدش بيبقى فاهم منين بيودي فين، بس اللي معروف فيه ان الدنيا بتبقى ساقعة شوية، ساقعة مش لدرجة ان هو يبقى شتاء، بس ساقعة شوية. اعتقد في الوطن العربي الساقعة دي مش معناه ان هو تلج قوي يعني، بس بتبقى ايه يعني درجة الحرارة بتنزل تحت 20 مئوية بأي شكل من الاشكال. فحطيت لك لستة فيها 10 برفانات تغطيك في الفترة اللي جاية دي، بحيث ان خلاص الصيف قرب يخلص يعني، وهتلاقي ان هي مسعفاك في الاوقات اللي بتبقى ميالة للبرد شوية. البرفانات دي من مختلف النقط السعرية ومختلف الاذواق يعني، بحيث ان هي تكون مرضية لمعظم الناس، ولو ان ارضاء معظم الناس ده بيبقى شيء شبه مستحيل. بس الاول نبتدي الفيديو بقول ان انا اقول لك ان الخنفري دلوقتي بقى ليه ويب سايت على النت. ايه ويب سايت على النت؟ بقى ليه ويب سايت على النت. صح، بقى ليه ويب سايت على النت اسمه سنيف فريجرنس، لان ده اسم الشانل عندي بالانجلش. ممكن تشوف ايه اللي موجود عليه. موجود عليه حاجات، وفي توصيل للسعوديه والامارات فقط في الوقت الحالي في الوطن العربي، لكن لو انت في بريطانيا او امريكا مفيش اي مشكله خالص. وبرده دلوقتي الخنفري على الانستجرام، هسيب لك لينك في اول كومنت تحت تعمل لي فولو لو عايز. ونبتدي الفيديو. ونبتدي الفيديو ده بالبرفان رقم 10 معانا من البرفانات اللي مناسبه لفصل الخريف، معانا باشا دي كارتير بارفوم. باشا دي كارتير، انا مش عارف الاسم ده بيتنطق ازاي والله، يعني دايما بشم البرفان ده بس ما اعرفش انطق اسمه. ايا كان، البرفان ده بتاع الرجل الراقي يعني، دايما بتحط اسمه كده بتلاقيه مقترن بان الناس تبقى ايه راقيه كده، وتحس ان الراجل مالي مركزه. فهو مش برفان عيالي يعني، لو انت لسه في الفئه العمريه التين ايجر دي، او ان انت عندك حاجه 12 سنه اوائل العشرينات، بتاع البرفان ده مش ليك. البرفان ده للناس اللي مثلا ممكن اقول لك 28 سنه فيما فوق بقى خالص، فيما فوق لغايه فوق ال 40 وال 50 كمان. البرفان ريحته بتحس ان هو في شويه اخشاب وفي شويه ليكر او في شويه كحوليات، فالريحه بتاعته والستايل بتاعه مش مناسب غير للناس اللي ماليه مركزها، اللي عارفه هي عايزه ايه من حياتها، اللي بتدي انطباع ان انت ايه راجل مال وهدومك كده. فالبرفان برفان كويس، ينفع جدا ان انت تستخدمه في فصل الشتاء، ينفع برده جدا ان انت تستخدمه في فصل الخريف. لو استخدمته في فصل الخريف نصيحتي ليك ما ترشش منه كتير قوي يعني، رش منه بس كميه تكفي مثلا رشتين ثلاثه ولا حاجه، لان انت لو بحبحت ايدك شويه والجو لسه مش ساقع قوي ممكن البرفان يبتدي يخنقك او يخنق اللي حواليك، فانت مش عايز كده، انت عايز البرفان يبقى جميل ومحبوب من الناس اللي حواليك وتدي انطباع كويس. فحاول بس ايه توظف حته العدد الرشات اللي ترشها دي على حسب استخداماتك ليه وحسب ما يتراءى لك يعني، ده حاجه شخصيه ترجع لك. بس نصيحتي ليك يعني ايه، حاول ما تبحبحش ايدك معاه لو الدنيا لسه ما سقعتش قوي. ونروح للبرفان رقم 9 معانا في هذه الليسته بتاعت برفانات الخريف، معانا جيفانجي جنتلمان بوازي. انا لغايه دلوقتي جيفانجي دي مش عارف هي جيفانجي ولا جيفانجي، ما اعرفش. ايا كان، جنتلمان بوازي ده بوازي بالفرنساوي معناه ان هو وودينس او يعني في اخشاب. فهو البرفان اسم على مسمى، فيه شويه اخشاب وفي شويه ايرس او في فلورال نوتس او يعني نوته ورديه شويه، وفي شويه كاكاو. فالبرفان بصراحه ميكس غريب قوي من حاجات كتير، بس بيشتغل شغل كويس قوي، ولما بتجربه بتحس ان هو بيدي لك فليكسيبيليتي وفيرسيتيليتي عاليه قوي، ان انت تستخدمه في مواقف كتير جدا واوقات كتير جدا، وتحطه في اي مكان وفي اي حته ما يقولش لا. بس هو بيلمع قوي في وقت الخريف ولما الدنيا تبتدي تبرد، مش ساقعه قوي بس تبتدي تبرد. لما الدنيا بتبتدي تبرد بتلاقي ان البرفان ده بيعمل معاك شغل كويس، بيجيب لك اطراءات، اداؤه بالنسبه لك بيبقى كويس، قيمه مقابل سعر برفان جميل، كل حاجه فيه كويس. كويسه قوي. لو انت عايز تلاقي برفان خريفي ممتاز يبقى جرب عمنا جيفانجي جنتلمان بوازيه، هيبقى برفان 10 على 10 وزي الفل بالنسبه لك. ونروح للبرفان رقم 8 معانا في هذه الليسته، معانا ازارو وونتد باي نايت، من افضل الفلانكرز بتاعت ازارو اللي موجوده دلوقتي في السوق. طبعا في فلانكرز كتير لازارو وونتد باي نايت، بس انا اللي بتوقف عنده دايما هو ازارو وونتد باي نايت. في فلانكرز كتير لازارو ولكن ازارو وونتد باي نايت هو افضلها. الباي نايت بيدي لك احساس ان في دفء وحنان يعني، بيدي لك ايه حضن دافي كده مش عارف بيجي لك منين، بس بتحس ان هو شيك في نفسه، بتحس ان هو يعني ليه وضعه. البرفان بصراحه برفان جميل جدا، برفان ريحته رائعه، برفان هيجيب لك اطراءات كتير، الثبات بتاعه ثبات خرافي، بيقعد فوق ال 10 و 12 ساعه. الفوحان بتاعه بيبقى كويس في الاول وبعد كده بيبتدي يقل يعني واحده واحده، بس بشكل عام الاداء بتاعه ممتاز جدا، اداء مش هتتأزم منه خالص، هتحس ان
انت واخد قيمه مقابل سعر كويسه. البرفان بيجيب لك اطراءات من الناس اللي حواليك بدرجه حلوه، لو عندك ميعاد مع واحده ولا حاجه برضو بتلاقي البرفان كويس بيأدي الوظيفه المنوطه اليه بنجاح يعني. فمن البرفانات الجميله اللي فعلا يعني سايبه اثر كويس قوي في السوق في الوقت الحالي، وانصحك بشده انك تجيبه. حتى لو مش عارف ممكن تجيبه يعني بنسبه 99.9 هيعجبك، لان البرفان ده مرضي لمعظم الاذواق ومفيش حد اختلف عليه حتى الان. ونروح للبرفان رقم 7 معانا في الليسته دي، معانا بارفوم دي مارلي كارلايل. البرفان ده يعني ماركه بارفوم دي مارلي بشكل عام بيدولك يعني ايه احساس، عملوا تحققوا المعادله الصعبه، ان انت بتبقى عايز بارفان نيش او بارفان ذو جوده عاليه قوي بس يبقى ماس ابيلينج، او ان هو يبقى متقبل من معظم الناس. فهم عملوا المعادله دي لان دايما البرفانات النيش بتحس ان هي ايه لاصحاب المزاج قوي، يعني مش كل الناس بتحبها، لا لاصحاب الناس اللي ايه اللي متكيفه قوي من البرفانات بيحبوا البرفانات النيش، فما بتبقاش معظم الناس بيبقوا الريحه بالنسبه لهم مزعجه شويه. انما البرفوم دي مارلي بيدولك الكواليتي بتاعه النيش ولكن باسلوب ان هو ماس ابيلينج، الناس كلها بتحبه، فبيقدموا برفانات محترمه جدا. كارلايل بالنسبه لي من البرفانات الجميله جميله جميله اللي انصحك مليون في المية ان انت تجربها، مناسب جدا للفصول البارده، مناسب جدا جدا لفصل الخريف لو الدنيا ابتدت تبرد شويه جيب البرفان ده. البرفان مش رخيص ومش غالي يعني، او يعني هو ال100 مللي منه المقابل ليها غالي، ولكن انت ممكن تجيب ال75 مللي منه اعتقد ب $200 يمكن يزيد او ينقص مش متذكر بالظبط، هتلاقي اللينكات كلها تحت، عيش حياتك العب ودعبس وشوف اللي انت عايزه. بس بشكل عام البرفان برفان جميل جدا يستحق الاقتناء، ولو عندك القدره الماديه هاته، لو ما عندكش القدره الماديه او محتاج ان انت توفر له شويه عشان تجيبه جربه الاول، هتلاقي ان انت يعني في حصل الفه ما بينك وما بين البرفان ده، وهتحس ان هو فعلا يستحق الاقتناء. فنصيحتي ليك بارفوم دي مارلي كارلايل لو انت بتدور على حاجه لفصل الخريف. ونروح للبرفان رقم 6 معانا في الليسته دي، معانا ديور اوم انتنس. ديور اوم انتنس من البرفانات الممتعه جدا من ديور، اللي بصراحه يعني ثابت برضو اثر كويس قوي في الاندستري او في الماركت في الفتره اللي فاتت. بس نصيحتي ليك مع ديور اوم انتنس دايما بان انت تجيب البرفانات الباتشات القديمه، يعني هات ديور اوم انتنس الباتشات القديمه. لكن لو جبت ال 2020 انا بصراحه ما بحبوش، في ناس بتحب الباتش بتاع 2020، عن نفسي شايفه يعني ايه مقلب، بس دي اذواق، دي ناس بتحبه وناس ما بتحبوش، دي حاجه بتاعتك انت. بس ديور اوم انتنس الستايل بالشكل العام بتاعه هو واحد على ايا كان الباتش ايه، انزل جربه وشوف البرفان هيعجبك ولا لا. ولكن حته الاداء وتقييمه دي بقى دي بتاعتك انت، عايز تسمع كلامي وتجيب باتش قديم منه توكل على الله، عايز تجيب الباتش الجديد وشايف ان هو مناسب يبقى برضه توكل على الله، انت حر في الموضوع ده. ولكن ديور اوم انتنس برفان ممتاز جدا لو انت بتدور على حاجه للفصول الانتقاليه، وخصوصا لو عندك مواعيد نسائيه ولا حاجه، البرفان ده جميل جدا في ريحه ليبستيك او في ريحه ميك اب، بس برفان ذكوري كويس، برفان ممتع هيحسسك باحاسيس مختلطه كده وهيعمل شغل كويس قوي معاك. ونروح للبرفان رقم 5 معانا في الليسته دي، معانا ذا سافيل رو. ذا سافيل رو من البرفانات اللي انا بشكر فيها كتير واتكلمت عنها كتير جدا، برفان محترم، برفان ممتاز من بريطانيا من لندن. الشركه دي شركه ازياء او شركه يعني بيعملوا تفصيل لهدوم واكسسوارات للعيله الحاكمه في بريطانيا، فهم بيقدموا جوده عاليه جدا. وذا سافيل رو البرفان ده بتلاقيه مثلا سعره بيتراوح من $15 لغاية $60. ليه بقى فرق السعر ده؟ لان انا دايما بجيبه ب 15 من محلات تيكي ماكس. تيكي ماكس دي ديسكاونترز بتبقى موجوده في بعض البلاد، ان انت بتلاقي البرفان بسعر مخسوف بالارض، لان مثلا ايه الكرتونه متخربشه، الازازه مش عارف اللوجو اللي محطوط عليها معوج، بتلاقي فيه ايه عيوب تقفيل في البتاع، فما بيبيعوهوش ان هو فول ريتيل برايس، لا بيبيعوه بتخفيض كبير. فنصيحتي ليك لو تقدر، لو انت عندك في المكان اللي انت عايش فيه محلات تيكي ماكس، روح هات البرفان ده هتلاقيه بحوالي 15، لو ما عندكش يبقى حاول تطلبه اونلاين، هتلاقيه بحوالي $60 أو $65 ل 100 مللي، فسيان انت عايز تدفع فيه قد ايه وسيان انت عايز تجيبه منين، ولكن البرفان يستحق الاقتناء، ريحته جميله جدا، الفيرساتيليتي بتاعته عاليه جدا، ممكن تستخدمه في اي وقت واي مكان، ولكنه بيلمع في المواقف بتاعه الخريف، برفان خريفي ممتع، برفان للجو المعتدل او الجو الميال شويه للسقعه بتاع الخريف، هيعمل معاك شغل كويس قوي وهتبقى راضي جدا عن البرفان ده. ونروح للبرفان رقم 4 معانا في هذه الليسته، معانا برادا لوم انتنس
من افضل البرفانات اللي برادا نزلتها في الفترة اللي فاتت، وحقق نجاح اكتر حتى من البرادا لوم العادي. البرادا لوم العادي كان من افضل البرفانات الصابونية المنعشة اللي موجودة في السوق، وده حقق نجاح اكتر لان هو ملا، او يعني زي ما تقول ايه، سد الفجوة اللي كان البرادا لوم عاملها، ان البرادا لوم العادي ما كانش الاداء بتاعه افضل حاجة، وما كانش مناسب لفصل الشتاء، كان بس لفصل الصيف. فبرادا لوم انتنس هو مناسب اكتر لفصل الشتاء او لما الجو يبرد شوية. فلو انت بتدور على حاجة لفصل الخريف، لو بتدور على حاجة الدنيا ما تسقع شوية تحطها، يبقى روح على برادا لوم انتنس. هتلاقي البرفان مسعف جدا للاوقات اللي فيها اجتماعات مهمة، لو انت لابس بدلة، لو انت عندك شغل، لو انت عندك حاجة يعني محتاج ان انت تبقى فورمال فيها كده ومنمق، ويعني عايز تدي وضعك للمكان او للموقف اللي انت فيه، يبقى برادا لوم انتنس برفان جميل جدا، وصدقني يستاهل كل مليم تدفعه فيه. ودلوقتي نروح للتوب 3، ايه اكتر 3 برفانات ممكن تستخدمها في فصل الخريف وبرفانات مناسبة للاجواء دي؟ معانا البرفان رقم 3 هالوين مان اكس. لو انت بتحب القهوة يبقى هتحب البرفان ده باختصار. برفان جميل جدا، ممتع جدا، برفان غير مألوف، مبني اساسا على القهوة، فلو انت من محب القهوة يبقى هتحب البرفان ده. من البرفانات برضو اللي ادائها كويس، تركيبتها كويسة، الجودة بتاعته حلوة، سعره كويس، سعره اعتقد من 40 ل 45 50 دولار ولا حاجة ل 100 ملي، فالرينج بتاع سعره مناسب وافوردبل، الجوده بتاعته حلوه، والاداء بتاعه زي ما قلت لك اداء كويس قوي، هتاخد منه فوق ال 6 7 8 ساعات كمان ثبات، والفوحان بتاعه كويس. بس زي ما قلت لك لو انت بتحب القهوه يبقى هتحبه، لان في بعض الناس ما بتحبش نوته القهوه في البرفانات، فدي حاجه ترجع لك انت ولذوقك الشخصي، ولكنه برفان ممتاز جدا لفصل الخريف لو عايز تجرب حاجه مميزه. ونروح للبرفان رقم 2 معانا في الليسته دي، معانا كوم دي جارسون فلورينتال. البرفان ده من افضل واحلى البرفانات اللي انا بحبها، برفان محب بلي انا شخصيا، ومن البرفانات اللي انا بنصح ان انت تجيبها في فصل الخريف. برفان هيدي لك ميكس ان هو يبقى فيه اورينتال وفروتي، وتحس ان البرفان فيه ميكسات غريبه كده ولعوب، ويعني فيه حبشتكنات كتير وفيه حركات كتير. فالبرفان بشكل عام يعني غير مألوف، البرفان ممتع، برفان غير ممل على الاطلاق، من البرفانات اللي هتخليك دايما لما تشمه تقول ايه ده، ايه الريحه دي جايه منين، وبعدين تفتكر ان انت حاطه. فمن البرفانات اللي فعلا لازم تتوقف عندها شويه. نصيحتي ليك برده جرب الاول قبل ما تجيبه، لان هو سعره مش رخيص، بس لما تجيبه صدقني هتبقى يعني مستمتع بيه جدا، هتحس ان انت جبت لنفسك حاجه كويسه، وهتحس ان انت برضو ايه بعدت عن زحمه البرفانات الستاندرد اللي موجوده في السوق. لا، البرفان ده ليه ستايل مختلف شويه عن اللي موجود، فلو انت مش عايز تبقى زيك زي الناس اللي حواليك، لا البرفان ده كويس قوي ان هو يدي لك يعني ايه حته تميز شويه في الريحه اللي انت بتحطها. ونروح للبرفان رقم 1 معانا في الليسته دي، معانا موجلر بيور هافان. برفان ممتاز جدا لفصل الخريف والفصل الشتاء، برفان تقيل قوي، برفان سميك قوي، برفان يعني تحس ان هو فيه تقل شويتين تلاتة. البرفان ده فيه شوية عسل وفيه شوية توباكو وفيه شوية جلد، فالبرفان مش سهل على الاطلاق، او يعني مش خفيف على الاطلاق، البرفان ده تقيل. فنصيحتي ليك ما ترشش منه كتير وانت في فصل الخريف، رش رشتين تلاتة بالكتير، لان هو حقيقي تقيل، فيعني خليك محنك شوية في عدد الرشات اللي ترشها. بس عامة هيدي لك اداء كويس قوي، هيدي لك كومبلمنتس كتير جدا، هيدي لك اطراءات كتير جدا، هيلفت الانتباه ليك، انت هتحس بالرضا عن نفسك وانت حاطط البرفان ده، وهتحس ان انت فعلا جبت لنفسك حاجه تستحق وحاجه كويسه. العيب الوحيد مع البرفان ده هو الاوتومايزر او البخاخ بتاعه، هتحس ان انت يعني بتتخانق معاه عشان تفهم البخاخ الميكانيزم بتاعه ماشي ازاي، بس اول ما بتتعود عليه بيبقى البرفان كويس. بس الحاجه دي بس يعني ايه، شيء بالشيء يذكر، البرفانات بتاعه موجلر في الستايل ده بتبقى حاجه غريبه قوي في البخاخات، مش فاهم انا ايه اللي اقنعهم ان البخاخ ده كده يبقى حلو. فايا كان، لكن الريحه بتاعته ريحه كويسه جدا، البرفان ممتع وجميل واداؤه كويس وكل حاجه فيه زي الفل. بس كده، دي كانت الليسته بتاعت النهارده، يا ريت تكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم فيها، وهل شايفين ان في برفانات كانت تستحق اكتر ان هي تكون في الليسته دي ولا لا، ولو عايزين برضو برفانات تانية تقترحوها ان هي تبقى برفانات خريف كويسه، يا ريت تكتبوا لي الكلام ده تحت في الكومنتات ونتناقش اكتر في الموضوع.